جميل. طيب المهندس نزار، يعني خلينا نتكلم عن يمكن القطاعات المستهدفة، يعني خلينا نتحدث مثلا عن قطاع السيارات، عن قطاع المعدات، التوطين، كذلك الصناعات العسكرية. يعني أنتم كمركز ماذا قدمتم في هذا الجانب، وما الذي يمكن يقدم لمن يستثمر في القطاعات أو يريد أن يستثمر فيها؟ طبعا الصناعات اللي ذكرتها صناعات جدا حيوية، من جانب أنها ليست كصناعة للقطاعات، ولكن ما تقدمه هذه الصناعات إذا أسست في المملكة أنها تفتح مجال لغيرها من القطاعات أنها تتحرك، زي قطاع المعادن، زي قطاع البلاستيك، الكيماويات، كلها تتحرك طبعا، والإلكترونيات مع هذه الصناعات. فيما يخص الصناعات السيارات، الحقيقة هو طبعا ملف قديم حديث، ولكن في السنة الأخيرة هذه سبحان الله في 2000 يعني قبل ما تبدأ جائحة كورونا، كانت في اتفاقيات شبه يعني مكتملة في شهر فبراير مع أكبر الشركات العالمية، ويمكن ذكرها مع الوزير سابقا شركة هونداي، جنرال موتورز، لكن مع كل مصانع نعم أنها يكون لها توجه أنها تتوطن في المملكة، لكن لما جاءت طبعا الجائحة وبدأت الإشكالات في شهر مارس، بدأت الأمور طبعا تخف، لأن الصناعة هذه عموما في العالم صار لها نوع من خلينا نقول إعادة هيكلة وجدولة حول العالم.